السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن أفضل طعام من المنزل بتحبه القطط ومفيد جدا للقطط. بيجي على رأس الأطعمة المفيدة للقطط الموجودة في كل بيوتنا هي الأسماك. طبعا بتكلم عن الأسماك المطبوخة، يعني في صورة مسلوقة في صورة معدة بطريقة إنها تناسب القطط، بعيدة عن الأسماك النية. ويجي على رأسها التونة. التونة من الأطعمة المفيدة جدا جدا للقطط، وده لأن الأسماك بتحتوي على أوميجا 3 اللي بيحمي القطط من أمراض كتيرة جدا جدا. كمان البيض المسلوق مفيد جدا للقطط، نتجنب طبعا البيض الني لأنه بيحتوي على كمية هائلة من البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، كل ده طبعا بيفيد جدا صحة القطط. كمان الجبنة المثلثات كلنا بنحبها وكمان القطط بتحبها، ومفيدة جدا للقطط لاحتوائها على كمية كبيرة جدا من الفيتامينات. كمان اللحوم المطبوخة مفيدة جدا للقطط، طبعا من غير أي توابل ولا أي ملح، مفيدة جدا للقطط احتواء على كمية عالية جدا من البروتين والفيتامينات. كمان الفراخ المسلوقة أو المطبوخة مفيدة جدا للقطط برضو من غير ملح أو توابل. كمان في بعض الخضروات المفيدة جدا والمحببة للقطط زي الفاصوليا الخضراء والجزر والبطاطس المسلوقة والكوسة والبطاطا والسبانخ والفلفل الحلو والكرنب والأرنبيط والكرفس والخس والخيار. كمان في مجموعة من الفواكه مفيدة ولذيذة جدا للقطط زي الموز والبطيخ، طبعا بطيخ بدون بذر، والتوت والشمام والتفاح والمشمش والكمثرى والفراولة والأناناس وقرع العسل والكيوي والشمام. كمان اللحوم المطبوخة مفيدة جدا للقطط، طبعا من غير أي توابل ولا أي ملح، مفيدة جدا للقطط احتواء على كمية عالية جدا من البروتين والفيتامينات. كمان الفراخ المسلوقة او المطبوخة مفيدة جدا للقطط برضو من غير ملح او توابل. كمان الكبدة مفيدة جدا للقطط لكن ما نكترش منها، كويسة جدا طبعا برضو بصورة مطبوخة. كمان الشوفان من الأطعمة المفيدة جدا للقطط. دي كانت معظم الأكلات او الوجبات المنزلية المفيدة للقطط. اتكلمت قبل كده عن ايه هي الوجبات الممنوعة للقطط، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، واتمنى لك حياة سعيدة مع أليفك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.